إله با مهد له، الحمد لله رب العالمين. إله با مهد له، الحمد لله رب العالمين. وحنجعلها إلى المهد عليه دمان شعب كرير بنتلان ومانت أنو كالهارين رنتي سودوين ديرهن وإكم موچنيان ربطان كودا دبتا ربطان كودا وحقبت ربطان كودا ودجر إيه وحقبت ربطان كودا دولة نمدبة ربطان كودا وحقبت لطابن كرو وبلشودو أيوها لانتهي ربطان كودا دلچوك دلكا إيه دتك سبا وحلقبي وحيس إيه حقا جلال إيه أبار إيه وايه اللي سوما ربا أن كتغين دتك سبا وحلقبي قويسسكيسو آني دبداها جيريني أي جوغان عرورتيسو آني لغلاء جنبي كوهد لين أي لغلاء في سوماليقا كوهد لان مركان سال لي هاي الدوغادة مرشحين بدا محدر ترتميسة وآدو تربضن والله سعود تاني دي مربع اللي هي باللين دوناي وحوي عرورتو قدي أفسومال ميغاني مركا من عرورتي سي أفسومال برواي هذا الدل وحو ترى يعيد وحو غبانا إياه بان بيس بان بيشرين با وآدو بتهين أنو بشك شيء مايو لكن magaalo waa madal inta joogtaan waa marago umadu dhanba arkaysa een waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shacabka maanta muujiyay qeyradooda wadaninimo rabitaankooda wadaninimo rabitaankooda wax qabad dalkan looga baahan yahay aan looga baahnayn in inta la yimaado dhaqaale laga urursado dib looga noqdo een dalkan waan joogi jiray وأنا جوجي دونا وحقبت هران وغبنيني وأخذ مينيني وأشغينيني وأنا أشغين دونا حد الله يدير حد الله هو دل السلام وحين بدني ولا له مشرحين هيكو لغ الغضان وحنو أني من أنو أشغينه وما هو روح شقي سانتا كان هداد سيدي ما هو جوكتان وهو غلطان ودلكي واقع هو هداد جوك لهايدن وحبضن بام مركا اسبدل لها لكن ما انت والله تشانيا ما انت وحن ربنا مستقبل كدلين يرضى ترى بضن اما انو البضاها كودي مانيس اما انو البتهريب يدبات اي هاي ستو او انك وحنا لغبي او انو دريم انو رمتي شغابور انانو اسمين مشاريع بدن انانو اسمين دلكو انو هلو مشاريع عادو تربضن وحوي تاسا دن يو مسلحة امد او جرتا هورانا هد انو شغاو ابور جري هد انو شغابور كلا اله اذن كوا غرشها انو ودنو هد اله انو قوليو الله اود الله سامحو وحنا ان رجيني اله اذن كي ما انت اني تهمان انتي قوشا قول أن لوسو رفادين لوسو تشابين لوسو ديدين ركبهم بواحد هذا على عبد الوار مد على مياه واسق ما نهربه ورجال هاد دت كذي أنا كمد على يو اللي هرام حوس وغبته هدنا وحنو تاجنا هاي إن ما لين والبنين أنتو إسكي ما هذا تاي صاحرته anu hadda de oran maayo marka ragba waxay ku timaamayeen hay'ad musharax jug soo dhacay oran maaye waxa weeye maalin walba mid hor loo yibi oo aan hore dalkaan u joogi jirin bal qiyaasaba intii ila tartami jiday tartamadii hore maalin ba ka hor la itimaad oo markaas baaki diyaas bar markuu helo mid kala la isu wada sheegay xal hebel batag iyo heliye guriyo dabqayaabo mareen ka dhistay madhablu ka dhistay madhablu ka dhistay oo maxaa waa laba yaabi maayo marka maanta waa inaan tashanaa maanta waa inaynu dadkeenna ku wacyigelinaa meel kasta oo ay joogaan insha allahu in maantay inaf ina ku filan kafaa bay oran jirin masaarid war wixii aad leefleefteen iyo aad qaadateen allah idin calfo aad kala tagteen dalkan dalkan maanta dhaqaaluhu isagu gelayaa isagaanu
مركان سال الله يحي دانو ديان كان هايو ديان كنا وان دجنا هاي هنتنا وان كلها يحي علولان بيرا كلها يحي شركة كلومي سيار غوستان بندر بيلا كلها يحي بوساسا كيت شدال كلها يحي يو هنتي شركة بيها يقومك بوساسا أساسه هذي مان هاي SBC وعبتهين وشغابور كوي لا مورن كانوا انتين ودل كان وش وين نجوينا إله إذا كيوان أخذ مني إن دل كان هرين أخذ مني إني لكن ما أنت وما أنتي لو تشمي وحقبت برا وأم بينا هين ما كان سال لي هاي ده وهي نسوق بني و مشان مرتين كوي علي واللي ويديدك وعلى ما يهلا وهم دل أنت جوبت أنا وأمرك وأحمرك تهيد ده وهي إنه قبرنا مركز رنتي أدياد بان تاير ياشا رنتي والله أنا هدى إلى شغيني رقية دمر لأن يردي كان منك صفك وركا جدي أدبان وأمانيا سياسيين تاوح قالت داني نيسا ما أنت مثل حد بنت لان هدى أغانا هران وغسو شغيي أدياد بان أغو أمانيا أغونا همبليينيا وأنا كما هتسيهين garab istaaga iyo runtii dhirigelinta ay mar walba ila taagan yihiin oo waxay la tahay ninka la yiraahdo François Mitterrand laba jeer buu waayay mar saddexaadkii buu helay Muhammad Buhari laba jeer buu waayay mar saddexaadkii buu helay Cali Abdawaare laba jeer buu waayay mar saddexaadkii buu helay insha Allah marka إن شاء الله ما أنت وما أنت جوشة واحد لسه ديدين أو لسه رفاهين ما أنت عديا إنه كنت كلامينا وبلا أي واحد وحاسرين ودع سيل اللي حين لهين دعوين وريحينها مجلس دب دم بع ما اللي هاد بربرتوي أو لو بربرتو ما عرفتي أنت لا جانا شقيستو مامل لو بربرتو سي نيان ولي السياسة هراء أسوأ مارين مامل أسوأ مارين أنتو ما لها كي يدو ما أنت اللي هلا غرسه أنا ما أنت واحد رباب بنت لان xiriirkii dibadana inaan u hagaajiyo waa wakhtiin xiriirka dibadana inaan la isaga sheekeyn maayo madaxweynaha horena waan kala shaqeeyay xiriirka dibada Puntland waayo aniga Puntland darbaanahay waayo anigu Puntland imageedii sumcadeedii inay wanaagsan tahay baan jeclaa saaxiibo badan baan leeyahay oo dalal badan madaxweynayaal badan dunida aan la kulmin ma jiro sida aan anigu la kulmay tirak مش مدحوين مشرح مدحوين ولا تدوم مدحوين الدنيا ما أنت لكم مركا الحمد لله وحوي وحيرك يا وناجع تتك ككسبته وناجع سبنت لأن واحد بدن بوغبتي هي هذه السما فلكا اسكوف عن ما يوين هبتة ذلك إن جا كاني ورغد براي بدو أنا غرني أنا صاحبنا هاي بان كوك عسمي وكو كاني واتام ما أنت شغابورك أي مشاريع ذا بنت لأن كفلسي سيف تجيل درين سونامي المركز دعيس الخضر دلوم وها ريد كونتري دايركتور ك سيف تجيل درين السوداني سها أيان حافون كو كلامي وحن كده مي مركز بلدوني كل هاي إني بنت لأن يمادان ما قالوا وما قال أنت جوكتان هو مرك مركز إن بدن بعد وهاي لا ما أنت دل كان كهول قلا ومحي مركز شيء أنا يعني دت كان كله تو إلين وحبانو قبنا جيب الجهد يدو ومشروع أنا كبل ومركز قلياش أنا هرقلني هدانا نقولياش دجانك أن نهرجلن أو قولياش دجانك أني أن نسمين جبل جن وما هرجلن مركان قولياش دجانك هرجلني وحن عتصدي إن برنامج كان ليراد الجونت برنامج هي لا جارجار وحن أول شقين جرين سكلا الدون وحن عتصدي ويسوي يرن نيروبي من كشرني ما لنت أسانس إلى حد سيء هيك بكويا كسع على جبل جن ما قالوا وما لنت جوكت أنا ومرك إذن كري كلام جدو رجي وزارة بهذا الجو اللي ويدين كرا مدار صورن باركيسة من مجلد كهادانو عن سعيهني وبنت لان عن ورسيني مجرم من شيءن كرا جد كصدم كأنا جالس ميني ما جلد كان عير بركي هو رجرو حل جان وزير كها أيانو خاصة بيو هول كوبا ميني جريين عن هراء وجهي جن بنت لان أيان كير جلني سيد غريه عن جد كصدم ككويال وغريه عنو عند سي غريه حافون كويال غريه كلب كويال سنامي ده عنو بسمه غريه بوساس كويال وهذا الكتاب ماي ذي هذا وقت كده هون دون تاني استيل صحيح هيجي يعني جاي ماير كي يا الله محرسته قدومي محكمة دواي وهو شرعي إنه عن كبغني برئ إن لو غبصده
ay ishee manafay oo reer baydhabo ah oo reer waxa weeye luuq iyo jamaa ma ka yimi ayaan u saxeynay oo u sameynay guryaha dhagaxa in aan beri lagu qabsan ma garatay sheekh maxamed cabdiwaare walaalkay guddoomiye maxkamadda markaa ahaaba dhinac ka saxay anigoo wasiirka dowladaha hoose baa markaa ku saxeynaa khadir cabdixaaji miro oo meeyarkii markaa boosaaso ahaaba ku saxeexaan way haystaan waa dokumenti ay leeyihiin ugu yaraan 1840 guri ayaan guryeyntooda dhisay ilaah baan u sheegaynaynaa magaalo waa madal inta joogtaana waa marag cidin kari ka dhaana ma jirto intii ka dambaysana wixii aanu bilownay baa sidii u sii socda mashaariicdii aan bilownay waa ka xumahayo mashaariic xilliga anigu aan ka tegay oo aan ahayd in la dhiso institute-kii local government oo east african countries halka wax ku baran lahaayeen oo dhulkii aan diyaarinay maamuladii iga dambeeyay inaanay fulin aad baan uga xumahay laakiin markaan anigu guulaysto jaamacaddii naqshadeedina UNDP baytaal fankeedina aniga aqaansaan ku soo heli lahaa oo keenaya awal waa la abruuf gareeyey $2 million bay ahayd dalalka afrikada bari baa ku baran lahaa dowladaha hoose wax loogu dhigi lahaa waxay lahayd boodan waxay lahayd kolleejkii la seexanayay qaybtii waxbarashada baararkii makhaayaddii dhulkii xataa waanu geynay markaa oo islaan ciise iyo suldaan saciid iyo markaa hay-adihii UNDP markaa mas-uuliyiintii ka joogtay ayaa aanu ku wada sawiranahay magaalo waa madal inta joogtaana waa marag mashruuca dib looma laakiin haddaan maanta madaxweynaha ku guulaysto waan soo noolaynayaa waayo waxay ku timi markii golayaasha deegaanka aan dhisnay ayaa golihii deegaanka oo garoowe waxay noqdeen inay tababarayaal u noqdaan buur hakaba ay golaha deegaanka wax soo baraan inay baydhabo tagaan magaalo waa madal inta joogtaana waa marag waa la wada ogyahay golihii deegaanka oo waagaa tegay baa hadda garowo ku sugan oo dadka wax soo baray markii la arkay sida aanu u dhisnay golayaasha deegaanka iyo nidaamka hagidda maamulka iyo maaraynta iyo qaab dhismeedka dowladaha hoose aanu hirgelinay ayay waxay noqotay in lagu daydo oo annagii markaa tusaale nala soo qaato la yidhahdo maxaan idiin qabanayna waxaan codsaday in naloo sameeyo jaamacaddaas institute-ka muxuu ahaaye kolleejka ay ku baranayaan waxa weeye dalalka afrikada bari ay dhaheen qoladii UNDP markaa joogtay waxaan ka dhigaynaa kolleej ay ku bartaan dalalka afrikada bari oo image fiican qiyaasa imajkay u samayn lahayd aad baan uga xumahay laakiin maalintaan guulaysto ilaah idinka waxa ugu horreeya aanu fulindeena noqonaysaa insha allah halkii baan kasii ambaqaadi doonaa hirgelintii doorashooyinkii maanta puntland waxay rabtaa ay u socotaa anigu waxaan u bilaabay iyadoo maayarada digreeta lagu magacaabo degree from presidential degree inaanu sharcigii local government oo maanta puntland ay ku faanayso oo dowlad goboleedyadu markay yimaadaan ay tusayeen waa sharciga aanu sameynay annagu waxaa qorshahaygu waa inaan uga sii gudubno doorasho shacab waayo shacabka rabitaankiisa waa in la ogaadaa cidda ay danaynayaan cidda ay rabaan cidda wax u qabanaysa rabitaanka shacabka cidna ma qari ma sacabada ma saari karno mana qarin karno taa baanu rabnaa iyadana ilaah idankii inaanu samayno doorasho xor ah oo xalaal ah oo laga gudbo in 66 keliyihii aanay wax dooran doorashadan bay noqon doontaa ilaah idinkii midda ugu dambaysa waa ka xumahay saaxiibkay cabdiweli kama dhabayn oo wuxuu yidhi haddaan doorasho aanan hirgelin hadda cabdiweli waa fashilmi waana ka tegay waa duuban tahay recording cidna magaalo waa madal inta joogtaana waa marag qof aan ogeyno ma jiro maanta haddee waxa weeye markii waxa weeye ninna ma oran karo waxaa la yidhi markii qofka ay camalka inta aad adduunka joogtay wixii aada samaysatay baa hadhow dheefteeda markaasuu qofku waa liaakhira markii hadhow tiya wuxuu yihi lacalli acmalu waxaweye ilaah aan camal iyo wax khayr sameeya mas-uul kasta haddaan wixii aan hore wax u qaban markaasuu oranayaa ilaahu marakan 5 sano dambe aan sii joogo waxbaan sii qaban lahaay ma jirto kaaya ekaatay intaasaan leenahayo waanba dib loo doorana ilaah idinkii waxa weeye marakan insha allahu waxaan rajaynaynaa maalintii dal joogta inay noqoto insha allah oo maantay nin dambe oo shandad wata nin dambe oo lacagiisa dibadaha ku xawilanaya nin dambe oo intuu dhib ka dhexdhigo ka dhaqaaqayo oo aan la joogin oo dhib iyo dheef la qaybsanayn waxa weeye haddee
ماها مل بربرتوي مركز رنتي وأكون دراوي مهد علم بهيد أنا يعني هذا الكيو فاهم إيو شرحات إيو كلا دق دقيت به إيو وها عن قبل دون وبنتلان محان ولد مع سنها إيو محان وشو قبلني لابد بوايو مدينة وواحة باقرونكي أنا جانا لكوت راعي مزدر حقيه جرديسو كوسو غانتاهم هو هراو صغبت وحي آنو هراو صغبني إيو وحا آنو غبندون واسو غبندينا شعب كبنتي لنبانو بندينا إيو غايا غرصو ريال ونو غندونا مسلحة دا ومدا ما انتنا وحان رجيني يا إلهي دنكي إنا نغلطة وقتك قوشة آدي آد دالي دنكم هاد علنية صحافة دا سيقاران آدي دنكم هاد علنية دذالك آد ودان ورشياش آنو جعلها يا وحي تهي بنتي لانمي كهر كشو صحافة حرقة كنتي وأدي كتب الشيء ده فبتان كذا يو قارسيسة ده تكو حق أي مصلحة ده إيه فبتان كم إيه هو مركة إيه النبضة أهر سيدة مركة أدي أدبان إذا كم هاد علنية إذا ما دي أمنية سوي هديها لاين بوليس هديها لاين دراويش هديها لاين أسلوب هديها لاين إذا ما ذكر الدون بي ام بي اف بي اس اف بي 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 اي اذا ماذا بوليس كي كجران ترافيك دمان توب و امها العلينة يا رنتي هاوشا وروح ذا بدن و اي هرانا اسوا هنجرين مرول بهدنا رنتي اي اغرتين واكو امانيهين وانا كل رجل لنا يا قوليستان لي هاي سيدوك لو حنقاد وقمها دعليني يا هبليه سود دالي هورنتي دل كان هورنا وحوص وغبتي هاد ديرنا جعليني مرو البقوه اللي هين مانتنا هورنتي هاد عاد دا وتاقنا اني دران كوضا موجيان ايغنا وقمها دعليني يا قدهان شعبك غيبه سكال الدون ايغنا وادوكتهين وغالي ان ودونو انت باله وحقرد له أغنيهن كدلك له رنتي آدي آد بان كوي اللي بكم مسو كوي بكره يوم مسؤولي انتي هول وذا ندي هوشان غيبت اللي بحكي قاتي لما انتين با آدي آد بان أما سنتين وين وذا جوغنا وانا يسوي من دوننا دلك ينو آديقنا إن شاء الله والسلام عليكم.